السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا اليوم إن شاء الله رح نعيد المرة 121 كمان للغريبة، بس أبعده هالمرة خلف الكواليس حاليا، لأنه كل عيد سبحان الله بنلاقي إنه لازم نعمل الأصناف اللي متداولة بالعيد. الناس ما بتحب تنزل الفيديوهات القديمة عموما. فين عم يتلصص عليك؟ عندي، شوفوا هذا الزلمة اللي عم يتلصص هون من ورا. هالمرة ما بعرف بده يفوت بالجوال ويطلع ولا شو بده يساوي، ما بعرف. عموما عندي كيلو طحين، نص كيلو سمنة، 400 جرام سكر بودرة. والمشكلة تبع السكر بودرة لما تشتروه جاهز بيكون في نشا أو بيكون خشن. الأفضل إنه تطحنوه بالبيت إذا بصير، إذا في مجال تطحنوه بالبيت عندكم ماكينة قوية، أو تأكدوا على البياع يعطيكم إياه ما في نشا، أو تقروا على الباكيت ما يكون في نشا. هاي شغلة مهمة جدا مشان مساوة الغريبة. تمر مطحون وبطريب سمنة. منكهات بالنسبة للتمر بحط اللي بدي اياه، نحن بنحبها سادة بدون أي منكهات، فيني حط هيك، فيني حط قرفة، فيني حط اللي بدي اياه منكهات بالغرب بحطها. وهذا الفستق البودرة، الفستق المبشور للف فيه التمارة أو الغريبة بالتمر. هلا هي أكلة حمصية أو حمومية، والله ما بعرف الغريبة بالتمر، بس بلبنان أنا بعرفها إنه مشهورة كثير. خلينا نباشر. السمنة جبتها حاليا بحرارة الغرفة مشان اقدر اعجن فيها. حط طحينات، طحين متعدد الاستعمالات، واذا لقيت طحين حبة كاملة يا سلام ويا سلام، مثل الزيرو القديم تبع سوريا تبع الفران، بيطلع كثير ظريف. هلا اللي بيقول لك الغريبة عم تفرط معي، الغريبة ما لمت، الغريبة لازم يكون المكان اللي عم نشتغل فيه بارد. حتى اذا بنقدر نحط له طحين قبل ما نشتغل فيه بالبراد بيكون احسن. الجو يا جماعه، والدعك لا بدي ادعكها كثير ولا بدي ادعكها قليل بعد ما نزل السكرات تبعاتها معه. حلو. هلا بعجن هون السمنه والطحين مع بعض ليصيروا هيك عجنه واحده كريميه، وبننزل عليهم السكر بنرجع لكم. هلا بقى البركه بالشباب. أبو عبدو أخذ عني، هاي أبو عبدو، صرت أنا خلف الكواليس وهو أمام الكواليس. بالنسبة للي علق لي مبروك الديكور الجديد ومدري إيش، هذا أصلنا نحن المعمل قسم بارد صار هون، هاي قسم التعبئة، فلسه ما خلص يعني. نحن هيك على السريع أصلنا، وإن شاء الله بعد العيد هذا بتلاقوا هون ديكور تاني بإذن الله. عموما هلأ بقى بننزل في طريقتين. ممكن أعجن هيك ونزل الشنجليش هذا السكر بودرة شوي شوي، بلعهم فيهم يعني كل شيء بنقول نحن تبليع، لأنه عم بنزل على الشغلة لتبلعهم، هيك مصطلح مهنة يعني. فهي طريقة. وفي طريقة تانية بخلط السمنة والسكر وبنزل عليهم الطحين، والتنتين شغالين. هلأ بنزل بقى شويات شوي شوي، ونخلي المعلم أبو عبدو يدعكم. الله يسعدك من بعدك. كل ما أخذ سكر برد بنزل. الغريبة بتاخد دعك يعني، هي اللي لأنه ما فيها سوائل فبتاخد دعك قبل التشكيل يعني، لحتى تشبك كلياتها. نزل هلأ كمية تانية. اليوم نسيان الستاند وعم صور بإيدي، أو بالأحرى لقيت في كتير طلب على الغريبة، قلت بدل ما أسحب فيديو ونزلكم يا يوتيوب، أو عفوا لا الحمد لله على الفيسبوك، وبنعمل فيديو جديد مرتب ومن عالم وناس من المعمل. هاي باقي السكر 400 دبل المعمول. الغريبة والبرازق بياخذوا سكر دبل المعمول، دبل السكر اللي بياخذوا المعمول. واذا في حدا هلا ماسكين لي عادة وشغلة الحلويات القليلة سعيرات حرارية ومدري ايش، خلونا نشوف حدا يقدر يعمل الغريبة انقص من هيك سكر. اذا في مجال معلش يا ريت نتعلم، مو غلط يعني. هلا بعد ما يشبكوا هدول كمان باخذهم على البراد شغلة ساعة زمان ساعتين. هاي بالنسبة للبيت، نحن لأنه باردة الأمور عنا ونحن أولاد مهنة ممكن نقدر نشتغل فيها دغري حسب سخونتها. إذا رأيناها دافية بدنا نحطها إجباري، حتى لو الأولاد مصلحة نحطها بالبراد. إذا ما كانت باردة الغريبة وأعصابك هادية بدها تفرط معك وتشوك وتسيح وتتعذبك بالشغل، يا أما أعطي جوزك إجازة بهذا اليوم، عرفتي كيف؟ يا انتي روحي اعمليهم ببيت اهلك، واحدة من الثنتين. لان عن جد اذا الواحد فاير دمه او معصب او يعني في سخونة الايد،
في ناس حتى بالمهنه ما بيقدروا يشتغلوا غريبه لانه من طبعهم ايدهم سخنه فبتفرط معهم، فبدها هداوه وبدها مكان بارد وبدها هيك مزاج صافي. هلا بكملها على الطاوله ابو عبدو مشان تشبك مزبوط. شلوني انا هيك عاكس مع الطنجره؟ نشبكها هون. اللي قال لي ما شبكيت لانه بدها عزم، نحن بتنعمل على الماكينه بس مشان تشوفوها اللي ما عنده ماكينه، لانه بدها عزم الغريبه. في نسوان توصل لمرحله انه هي مفروله لساتها او فارطه بتقول لك ما عم تشبك الغريبه، طيب لانك لسه ما شبكتيها اساسا، بدها عجن. شوفوا يعني ما شاء الله، شوفوا العضلات وقد ايه صار له عم يشتغل فيهم ارنولد، قد ايه صار له عم يشتغل فيهم. فبتاخذ وقت بدعك يعني. وهي اسمها مردنه، يعني حتى الغريبه عجين الابيض بيقولوا له مردنه والغريبه بيقولوا له مردنه كمان بنفس الوقت. هيك عندي انا عجينه غريبه جاهزه تقريبا. هاي عجينه غريبه، شفتوا شلون؟ ما بدها شيء، بتركها تبرد شوي بالبراد احسن، لانه الدعك هذا بخليها تشوب. يعني اكثر شيء بياثر على الغريبه الحراره، هي قاعده. والمعمول اظرف بيطلع معكم وضاوي اكثر لما نشتغله بمكان بارد. هلا انا حاط ايدي على رخامه هون بارده، رخامه بنفردها هيك شوي هلا وبناخذها على البراد شغله نص ساعه زمان بين ما اقطع التمر تبعي اللي بدي احشيها فيه، وبدي اشتغل جزء ساده، وبنشوف موضوع الفرن كمان، بنخليها لتبرد ونرجع لكم بتقطيع التمر. هلا بنتقل اخواني لتقسيط او تقطيع التمر. بدي جهزه بين ما تبرد عندي عجينه الغريبه بالبراد حاطينها. طبعا المقاس اختياري لان هي ما لها قالب، التماره او التمريه او شلون ما كان اسمها يكون ما بتنشغل بالقالب. بعد ما قص التمر واحشيها مثل المعمول بنلفها بالفستق اصابع وبنصفها بالصواني. هلا انا بدي اعمل اي مقاس عندي، بتحبوها صغيره بتحبوها كبيره بتحبوا التمر تبعها كثير او قليل، هذا اختياري برجع لكم. بنخلص تقسيط ان شاء الله او تقطيع التمر وبنرجع لكم. انا شو اسمك؟ شو اسمك؟ مراد. مراد ابو عادل، مو ابو عادل انت؟ ها؟ هذا عادل؟ اي بعرف انه هذا عادل وانت ابنه، شو بتكون؟ ابو عادل صح؟ تمام ممتاز، قول لهم باي. وهي رجعنا لكم حبايبنا بعد ما بردنا العجينة. إذا مردنتها زيادة كمان بترجع بترخي بتشوب بتعذبني. وبنفس الوقت ما بدي مردنها قليل ليقصر لونها، يعني يقصر يعني بتفتح لونها شوي، شايفين؟ كل ما دعكتها بتفتح، بس في حد معين. هلا هيك حاجة بنقصت وبنشتغل. هون مثل المعمول بدي اشتغل تقسيط وحشي. ما بدها تخلي. يعني الغريبه التمر او الغريبه العاديه ابدا ما بقرب عليها طحين، اللهم موضوع تبريد، اذا لقيتها صارت تدبق بايدي بدي ارجع احطها بالبراد، شوبت معناتها. ضد عقل الغريبه الشوب. هون بحشيها مثل المعمول. كور بحط على جنب. لا مو هيك، هي بتلف اصابع. نحشي الكمية كلها ونلفها، بعدين ارجيكم اياها شلون بدنا نلفها اصابع بالفستق. هلا هي تعتبر بين الاكلة الحمصية وبين حمص وبين طرابلس، يعني تعتبر اكلة لبنانية سورية. هي الاتحاد الوطن عنا، الاتحاد العربي صارت. هلا ابو عبدو عم يذكرني ليش ما حطيت القطو، عم تذكرت الله يذكره هيك بالشهادة الإلهية، خلي له نمو آمين، خلي لك أحبابك، عافي لك والد والدة. أو العجين الغريبة اللي بنشتغل بالبيت، إذا بدي أشتغل قطر كثير صار معكم مشاكل بشغلة قطر وأنا شرحت عليها قبل هلا. بس حط قطر للعجينة صار معاملتها معاملة ثانية، بدي انتبه كثير 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 عليها وما كثر. مثلا كيلو الطحين هذا كلياته بحط عليه معلقة أكل قطر وبمرتن بسرعة وبتركها هون. فما بمرتن كثير، إذا بتكون شيخ الكار وحطيت لها قطر ودعكتها كثير بتفرط، ما عم تزبط باي طريقه، بتعذبني كثير. فانا للتمريه
وللغريبه العاديه بيشتغلها بيقولوا مثلا البيضه نحن بنقول عنها اسطنبوليه. للغريبه البيضة ما في داعي للقطر، وللبيت اذا بتحبوها بدون يعني بدون لون ما في داعي تحطوا قطر عليها، لانه صعب بالبيت انه يشتغل قطر. انا لاحظت انه كثير في ناس عانت من موضوع القطر مع الغريبه، فالغريبه بس اخذ بس حطينا لها قطر بتنشف بسرعه. بدي انتبه لهذا الموضوع، فهي وجب التنبيه عليها مشان ما تتورطوا فيها. هلا بنخلص حشي ونرجيكم شلون بنلفهم اصابع فستق. هي هيك خلصنا هي الكميه مثلا نفس المعمول. بجيب عندي الفستق المبشور او مجروش. هلا اول شيء باخذها انا هيك لفه، وهون يعني ما دغري بيطلع فيها على الفستق، بتاخذ فستق كثير وبيطلع شكلها مو ظابط. بعد ما لفها بطلع روحتين ثلاثه، شايفين ما احلى شكلها بيطلع. اما اذا حطيتها من هون هيك وصرت لفها هون، هلا هي ما حتطلع معي فشكله، بس اللي مو متعود عليها بتطلع معهم فشكله. بلفها هون اول شيء بعطيها شكل الاصبع ربع شكل، وبكمل شكلها وين هيك لفوق، ما بتسحب فستق زياده وبتغطي اكثر. هي كمان في منا بالتمر كنا نعمل اصابع فستق بالتمر، بالتمر يعني اصابع معمول يعني معمول عجوه، كانت عند حلويات الوسام بذكره بالخير كثير بهذا الصنف، فما يلاقوني الا انا وقف على هي اللفه انه بلحق للشباب، كنت ايام الشباب كمان الحمد لله. فهيك هي لحتى اخلص الكميه كلها، شايفين ما باخذها دغري، يعني ببلش لف هون بدون فستق وبعدين بكمل على الفستق مشان كمان ما اتكلف فستق كثير. بدي غلفها تغليف بالفستق وشكلها حتى بيطلع احلى، ما بتطلع غارز كثير بالفستق فيها. ونحاول انه يكون مقاس واحد مشان الشكل العام، يعني تطلع عندي شغله ظابطه. خبيزه نفس الشيء كمان على حراره 160 170، هي مو مشكله مشان تاخذ شويه كمان. نخلص كميه ونرجع لكم، نخلص الكميه ونرجع لكم. خلصين حبايبنا، ننتقل للغريبه العاديه. صفي قص محشي ننتقل للغريبه العاديه. وهي الغريبة العادية حبايبنا، هلا نفس العجينة تماما ما بتختلف عنا شيء، يعني ما زدنا عليها شيء ولا نقصنا منها شيء. عجينة غريبة، بدي قصة المقاس اللي بيناسبني، خليها كبيرة شوي ابو عبدو احسن. ايوه هي منيحة هيك، احنا من العادة بنشتغلها قيد انملة يعني كثير صغيرة، هلا هيك تعتبر عنا كبيرة كبيرة يعني، بس مشان ما تعذبكم بالبيت. نقصة العجين ونلف الغريبات ونقشها بالفستق، يعني من بطن الايد من جوا عشان ما تطلع مفشكله. لف لنا واحده باصابع ايدك بالله بعد هي بنرجيهم اذا عملناها بالاصابع شايفين شلون شكلها بيطلع. اما بطن الايد اعطيها المده ببطن الايد تطلع مستوى واحد، ما هيك معلم؟ هيك ولا ما هيك؟ بقول لك انا انت معلمنا وتاج راسنا. انا شو بعرفني انا؟ انت هيك قصدك مو؟ تبع الاصابع؟ ايوه تطلع هيك، تطلع هيك ظريفه كثير مجعلكه مجعلكه. إذا هي معدل عليه بالبطن بالبطن الإيد بتطلع ظابطة. فكتير شفت ناس أنا عم بيشتغلوا بعتوا لي شغلهم ظريف، بس يعني نزعوه بإيش؟ إنه لفوه بالأصابع. في ناس بتلفه بالأصبعين إيه هدول، وفي ناس بتلفه بالأصبعين هدول. هي كمان أبو محمد رسالة لهواة اليوتيوب اللي هلأ طالعين عبي نسخ لصق، مشان تعرف تتعلم تقبرني أو تتعلم، عرفت شلون؟ فإذا بدك تنقل هيك نقول، عرفت شلون؟ حبة بحبة هيك نسخ لصق هيك. نرجع لموضوعنا أبو محمد، رسالتك لمين؟ تصل هالحلويات الطيبة لتم الناس اللي بيستاهلوها. الله يجزيك الخير، وهذا هدفنا، يشهد الله والله يعلم. شايفين هاللفة ما أحلاها؟ الله يسلمها الأنامر الإلهي. بالشام ما بنعملها بالشام، الغريبة بالتمر ايه هن طرابلسية أكثر شيء اللي بيعملوها أساسها. هي أنا بعرف أهل طرابلس بلبنان يعني طرابلسية، فهي حمص حماء حلب إدلب
عندك شيء معلومات عنا الاصل؟ لا والله. هلا نحن بنعمل بالشام اللي هي المقروطه. المقروطه معروفه، المقروطه نزلناها بالني. اما غريب كله نفس المبدا يعني. ظاهر كانوا بدهم يعملوا مقروطه عم فكروها غريبه عملوها شافوا غريبه وحشوها يا ما عملوا غريبه وما لفت محور حطوا بالك تمره ومشيوها. هلا هي معروفه بحلب وحمص، بحمص كثير يعني، هي الاكله حمص كثير معروفه. انا بعرف اشتغلت مع شيفات حمصيه يعني معتمده تعتبر عندهم من الاساسيات. اكتبوا لنا بالتعليقات على اي حال. ابو عبيده بده يهرب، باي باي، كل عام وانت بخير. الله معك. اي بالنسبه للتنقيش فيكم تكسروا حبه فستق، شرحه فستق، او من الجرش العادي تنقوها ونحطها عند القفله هون، بيطلع كثير شكله حلو. نكمل تنقيش ونتقل للخبز ان شاء الله معكم. واضحه الامور ان شاء الله. فين اخواني حتى نحن يعني كاولاد مصلحه ما بناخذ شقفه كامله بنحطها قدامنا من العجين الغريبه، بنخلي شيء بقرنه بارده يعني مثلا ناحيه مكيف او بالبراد وشقفه بنشتغل فيها. ناخذ شوي شوي لما نشتغل غريبه لانه كل ما شوبت بتدبق بتصير صعب الشغل فيها. شايفين هيك حبايبنا، بعد ما خلصنا بننقي الفستقات الشرحات المضبوطه وبنحط عليهم ونخلص، وفرننا بده يكون بين 160-170. ننتقل بعدين على الفرن. هدول تقريبا كيلو الا ربع طحين، يعني ما اخذنا كل العجينه، بقيان عجين. واني نحن وصلنا للخبيز هلا، انا حاخبزها على فرن دوار على حراره 160 تمام، يعني بتاخذ لها تقريبا بين 13-14 دقيقه. ما بدي اغير من لونها شيء، خلي وحده ايه وحده، لا ابو واحد رف ايه رف، لا هاي الحرارة عندي 165، حرارة 165 منعير لها تقريبا حوالي من 12-15 دقيقة، يعني هيك شيء ما بتاخذ أكثر من هيك لحد ما تنشف، وبنفس الوقت تاخذ استوى مزبوط ويضل لونه أبيض، يعني أنا بدي إياها لونه أبيض. بالنسبة لخبيز على فرن البيت، بالنسبة للخبيز بفرن البيت نفس الشيء كمان، بحطها 160. ليش 160؟ ليش مو 180؟ ليش مو 170؟ مثلا لانه الغريبه اذا اعطيتها فرن حامي بتشقق، هي بتشقق وبتهبط دغري، واذا انا عم بشتغلها مشوبه بتهبط كمان، يعني بتهبط قصدي بتفرش بقلب الصينيه، فهي من اسباب فشل الغريبه انه بتحطوها فرن حامي. طيب انا عندي فرن غاز ما فيه حراره، مثلا ما فيه عيار حراره، بحطه على الوسط، يعني اكيد هو فيه قديش بدك وسط، بدك هي في ارقام، حتى الغاز او الكهرباء كله له، ما في شيء اسمه ما في عيار. اذا عندي غاز بحطه وسط او اقل من وسط بشوي كمان، وبحطه بالرف النصاني لا فوق ولا تحت، بشغل فوق وتحت، بشغل من تحت بس. الغريبه اذا بدي اياها بيضه وهيك ظاهر بياضه بشغل بس من تحت. طيب اذا قلنا بدنا اياها من تحت اخذ لون احمر، بخبزها بالبيت من تحت اخذ لون احمر ومن فوق حمرة اخذ لون احمر كمان، بحطها كمان نفس الشيء الحراره 160، بس وين بحطها لما اخبزها؟ قبل قاعده الفرن برف واحد، وبخليها لحتى اشوف من تحت اخذت لون، اخذت لون من تحت بطلعها لبرا، بخليها تبرد تماما، وبشغل الفرن من فوق على اعلى شيء، بس من فوق على اعلى حراره، تحمير هذا اسمه، بشغله على اعلى حراره من فوق، وبحط الصينيه مع المراقبه، خلي عيني عليها، هي بتطول لحتى تبلش تاخذ لون، بس اذا اخذت لون يعني بلمحه بصير لونها ذهبي. بنضل نفتل فيها بقى لحتى تاخذ اللون اللي انا بدي اياه، ودمتم بالف خير، بس تطلع من الفرن بارجيكم اياها ان شاء الله. بعتقد هيك يعني حكينا كل الملاحظات تبع الغريبه، ان شاء الله يكون فيديو مفيد لكم وينعاد الهي علينا وعليكم بالخير والصحه والبركه. هلا حبايبنا هدول صار لهم ابو عبدو عم بيقول لي 14 دقيقة بالفرن، خلينا نشوفهم بعد اذنك. طبعا هذا فرن دوار كبير، حولكم واحد بالبيت ظريف. شايفين هيك؟ يعني سخنة وما عم بتدبق بالايد، هيك حاجتها ممتازة. غريبات من هدول مملوك، وريحة السمنة ما اقول لكم،
شغلة خرافية. هاي التمرية أو التمارة كمان نفس الشيء، أخذت من صفر شوي، هي لازم تضل على بياض. هيك تعتبر غريبتنا جاهزة، بس تبرد نرجيكم إياها إن شاء الله. تمام، ودمتم بيال. وهيك حبايبنا الفيديو تبعنا جاهز وغريباتنا جاهزين، التمرية والغريبة العادية. هلا ما في مجاكرة اليوم، نكون صايمين هيك مراعاة لشعور الصيام. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير ونعاد عليكم بالصحة والعافية. ريحة السمن فيها خرافية، وشايفين لما اشتغلناها مظبوط وخبزناها مظبوط ما في لا عم تعلق بالإيد ولا شيء، أحلاها. إن شاء الله تظلوا بخير وكل عام وأنتم بخير. كان معكم الشيف فراس من مطبخ حلويات شامية، لا تنسونا من دعاكم والدعاء لست الوالدة والوالد وكل مريض، ورب يعيدوا علينا وعليكم بالخير والبركة. خير معلم محمد، كل عام وانتم بخير معلم. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. وانت بخير. أو دعنا. العيد الجاي بعرفة. يا رب رفقك، والله كنت ناوي السنة. إن شاء الله تنكتب أجره. بس رجعونا من جورجيا، الحمد لله. إن شاء الله أنا وياك يا محمد وكل مشتهي. قدامك إن شاء الله. آمين، قدامك حبيبي.